عادات قديمة وتراثية كثيرة نتذكرها، بعضها اندثر على مر الزمن وتطور الناس وبعضها لساته قائم. من العادات يلي ما عادت موجودة وحتى يمكن كثار من أبناء الجزيرة الفراتية ما يعرفونها أو حتى سمعوا بيها، هي عادة شموع الخضر. اليوم رح نذكر بيها الكبار ونعرف عليها الصغار. عادة تطويف الشموع هي عادة قديمة جداً، لدرجة أنه ما حد يقدر يعرف أو يتذكر أمتى بلشت. أساس انطلاقها بمناطقنا هو ضفاف نهر الفرات بسوريا وحتين بالعراق وتركيا، والناس يلي عاشت وتواجدت على أطرافه. لكن هالعادة ما هي حصرية، لأنه بكثير شعوب بالعالم تعتمد على تطويف الشموع بالمجاري النهرية وحتى بالبحار بالنسبة لسكان المناطق اللي عندهم معتقدات دينية. بس رح نحكيها اليوم عند أهل الدير بالذات، ويلي تستند القصة أو حتى الخرافة الشعبية على مقولة إنه تطلع المرأة بالليل وهي مغطية الوجه ولابسة عبايتها وتطوف قطعة خشب على سطح مية نهر الفرات، وفوقها بشمعة تحمل معاها أماني ودعاوي وانذور لخير الناس ولمتها. يعني اللي عنده غايب أو مفقود، اللي عنده حبيب ومو حاس عليه، أو مريض غالي وخايفين عليه من الموت، يبعثوا له هاي الشمعة تضوي بالنهر وتمشي على ممشاه. إن بقيت هالشمعة مشتعلة وكملت طريقها للطرف الثاني وضوها مبين من بعيد، فالأمنية أو الدعوة رح تتحقق. وإن كانت انقلبت بالمي وما كملت طريقها أو طفت، فمعناها دعوة أو أمنية ضعيفة وما رح تتحقق ولازمها دفع كفارة. هيجذ كانوا يقولون أولي. والطلعة بالدير باتجاه النهر كان إلها طقوس خاصة بيها. أول شيء تكون ليلة أربعاء أو جمعة، بس الأكثر كانت هي ليلة النصف من شعبان اللي نسميها بالدير ليلة المحياة. وبدل ما تكون مثل الأيام العادية إنه كل شخص لحاله، تلاقي أعداد كبيرة من الناس قاعدة على ضفة النهر من الجنبين وتطوف شمعاتها، ويكون تطويف الشمعات بوقت ظلام أو شمس خافتة، يعني بعد صلاة المغرب أو العشاء أو حتى قبل بزوغ الشمس تكون المي هادية وراكدة. ويختلف عدد الشمعات بحسب طقوس كل عيلة أو منطقة، يعني بناس تحط شمعة واحدة واللي تمثل سيدنا الخضر، وبناس تحط 7 شمعات على عدد أيام الأسبوع، وبي يحط 12 شمعة على عدد أشهر السنة، وبي من يحطها بعدد أهل بيته، يعني الأم والأب والأولاد وأحياناً حتى الجد والجدة، أو مثل ما نسميها إحنا بلهجتنا الحبابة. طبعاً هالعادة شبه اندثرت من الستينيات وما عدنا نشوفها إلا نادراً. أما سبب تسمية هاي العادة بشموع الخضر فهي ترجع للخضر اللي يقولون أهل الدير إنه هو نفسه المذكور بقصة النبي موسى عليه السلام بسورة الكهف. بالنسبة لهم هو خضر الياس، ولي من أولياء الله الصالحين، ويعيش عن الضفاف نهر الفرات. كانت الخرافة تقول النوب إنه لساته عايش للآن، بينما يقول البعض إنه هم شخصين مو شخص واحد، يعني خضر والياس. خضر اللي يسكن ضفاف النهر والأماكن الخضراء، والياس وهو اللي يسكن البوادي والجبال ويجيب الياباس، يلتقون مرة واحدة بالسنة، وكذلك يعتقد إنه لساتهم عايشين. وبيبعض أهل الدير الساكنين من ضفة النهر من أهالي العرضي والحويقة مثلاً يقولون إنهم التقوا بالخضر، وما ينعرف مدى صدق هالشي من عدمه لأنه ما بيدليل حقيقي على هاي الحوادث، إنما بيوصف لهيئة الخضر إنه بشرته أقرب للإسفنجية وإنه ما عنده عظام بإصبع الإبهام. طبعاً هالشي يذكرونه الناس اللي قالوا إنهم شافوا ووقت سلموا عليه بالإيد اكتشفوا هالشغلات أو الميزات. وظل هالقصة أو الخرافة أو العادة هي محط تفكير شعبي أو حتى طقس يرتبط بأساس ديني، بغض النظر عن صحة أو دقة هذا الربط. الغرض منه هو التقرب من رب العالمين وشكل محدث عن الشيء اللي كان موجود بالحضارات الأولى من تقديم قرابين أو صناعة آلهة بذات المكان مع اختلاف الزمان والأمم. فخبرونا أنتم، هل لساتها هالعادة موجودة عند حباباتكم ولا اختفت تماماً؟